أهلا بكم معنا مجددا. الجميع يطرح التساؤل، كم هي سرعة الإنترنت الخاصة بي؟ هل حقيقة اتصالات الجزائر موبيليز وريدو وجيزي تعطيني حقا السرعة التي تزعم أنها تعطيني إياها؟ سأعلمكم الآن طريقة القيام بعملية فحص لسرعة الإنترنت. نتوجه إلى متصفح الإنترنت جوجل، في مربع البحث نكتب speed test ونختار الموقع الأول speedtest.net. يظهر الموقع، ثم نضغط على الزر begin test أي بمعنى ابدأ عملية التست. سيقوم الموقع الآن بقياس سرعتين للإنترنت، سرعة التحميل وسرعة الإرسال. بالنسبة للخط الحالي الذي أستخدمه، فسرعة الإنترنت يمكن أن تصل إلى 2 ميجا بايت في الثانية، لكن على حسب ما أرى لم تصل إلى السرعة المطلوبة. ننتظر حتى ينتهي الموقع، وكما ترون الكارثة، سرعة الإنترنت لديه هي 1 ميجا بايت فاصل 64 كيلو أوكتي، أي بمعنى أن اتصالات الجزائر لم تعطيني سرعة الإنترنت المطلوبة. ثم يكمل الموقع عملية قياس سرعة الإرسال وانتهت العملية.